منكرش اني اتهورت لما طارت تسحر في القلب. انا ما عملتهاش وهي صغيره، بس هي استفزتني، حسستني ان احنا قليلين قوي في نظرها، كانها نسيت ان انا امها، انها ما ينفعش تتكلم معايا بالطريقه دي. للحظه حسيت انها محتاجه تتضرب عشان تفوق وتفهم انها بتغرق، ويا ريتها بتغرق لوحدها، ده بتغرق وبتغرق اللي في بطنها معاها وبتغرقنا احنا كمان. انا مش عارف اعمل ايه علشان خاطر افهمها. انا ماليش غيرها، بس هي بكره هتبقى ام، تحس باللي انا فيه وتعرف انا اتصرفت كده ازاي وليه.